في مسمى منتشر اللي هو التهاب المرارة. عايزين حضرتك تفرق لنا بين حصوات المرارة والتهاب المرارة، وإيه الأعراض اللي ممكن نفرق بيها ما بين التهاب المرارة وحصوات المرارة؟ طيب احنا عايزين الاول نتفق ايه اللي ممكن يعمل لنا مشكله في المراره. اللي ممكن يعمل لنا مشكله في المراره ثلاث حاجات. ايه يا دكتور؟ اول حاجه ان احنا يكون عندنا حصوه، جميل، تمام، وممكن تكون الحصوه دي حصوه وسببت التهاب، جميل، وممكن يكون في التهاب في المراره بدون حصوات، تمام. جميل. يبقى احنا عندنا الحصوه، عندنا بالراحة الحصوه بقى كده عليا يا دكتور، عشان السادة المشاهدين يعني ما احنا يتوهوش ساعات، مننا. بص احنا ساعات بيبقى حصوة لوحدها حصوه لوحدها مفيش خالص، او حصوة هي اللي عملت التهاب، وحصوه عملت التهاب، وفي التهاب جه من غير حصوات خالص. التهاب من غير حصوات، طيب جميل جدا. الالتهاب اللي من غير حصوات خالص ده اقل شيوع تماما، تقريبا 5% في العالم كله، ومش بيشغلنا قوي، تمام. جميل يعني هنجيله في الاخر. نبتدي جميل في موضوع الحصوه لوحدها. جميل ايه اللي بيخلينا بنهتم بالحصوه لوحدها اصلا؟ 90% من مريض حصوه المراره اللي عنده حصوه من غير التهابات ما بيبقاش عنده اعراض اصلا، ما بيبقاش عارف. هو يقول لك انا كنت رايح بعمل تشيك اب بشكل دوري، انا كنت بكشف عند الدكتور البطن عشان اي حاجه، فهو انا بعمل سونار ده قال لي انت عندك حصوه في المراره. طب جميل يا دكتور ده انا ما اشتكيتش. لا هو انت ما اشتكيتش، هو انت لسه هتشتكي. طب ازاي؟ جميل المفروض الحصوه خلاص اتكونت في المراره، المراره دي بتنقبض عايزه تنزل العصاره الصفراويه عشان ناكل اكل فيه دهون. طيب الحصوه دي لا قدر الله بدات تقف عند مخرج المراره اللي احنا بنسميه عنق المراره او الفانس، جميل تمام. عنق المراره دي بتبتدي خلاص المراره عايزه تزق الحصوه دي تنزلها تاني. الانقباضات دي اللي بتحصل ساعه ما بناكل الاكل ده هو ده اللي بنسميه المغص المراري. جميل العيان فجاه بيقول لك انا حاجه غريبه جدا يا دكتور، انا ساعه ما باكل حاجه فيها دهون بطني بتوجعني. طب بطني بتوجعك جميل ازاي يا سيدي؟ يقول لك مثلا بطني بتوجعني من عند فم المعده او على اليمين شويه تحت الضلوع، ده الوجع بيبتدي يسمع شويه في ظهري، بس والله يا دكتور انا لاحظت ان ده دايما مع الدهون وثلاث جميل اربع ساعات وبيروح. ده عشان ما عندناش التهاب، مجرد الحصوه بتتحرك تسد مخرج المراره يحصل مغص يحصل المراري. مغص تنقبض ترجع تاني. طب قبل ما نكمل الالتهاب والحصوات، مصطلح المغص المراري، طب ياخدني المصطلح المغص الكلوي، لا ده طبعا ملوش علاقه، عايزين لان نفرق ما بينهم. بص هو ملوش علاقه لسبب، لان في معلومه خطا عند بعض الناس اللي هي انا حصوه المراره انا اخد لها علاج تدوب. حصوه المراره ما بتدوبش، جميل حصوه المراره ما فيش حاجه في الدنيا بتدوبها، جميل. عشان نبقى احنا قفلنا باب اصل انا باخد العلاج وخدت الاعشاب دي تضيع حصوه المراره. الكلام ده كله الأعشاب دي ملوش نقطة اي عايزين علاقه، نتكلم عليها ملوش كتير. اي علاقه بالطب وملوش اي علاقه بالعلم، ومش موجود في الحقيقه، مش موجود في العالم، فعشان نبقى دي قفلناها. جميل طيب ده المغص المراري حصل نتيجه مثلا عندنا وجود الحصوه زي ما قلنا. طيب الحصوه دي لا قدر الله سدت خالص المراره، جميل طيب المراره مش قادره ان هي تطلع العصاره الصفراويه بتاعتها تروح للامعاء، جميل يبتدي المراره تنتفخ، جميل تبتدي العصاره الصفراويه تتركز جواها جميل وتفقد كثير من السوائل، وبالتالي يبتدي يزيد جواها البكتيريا، جميل فبالتالي تتحول لالتهاب، فبتبتدي جميل. شكوى العيان تتغير. شكوى تاني يقول لك يا دكتور انا الالم كان بيجيني بعد ما وصلنا باكل، لأعراض تانية بقى، اعراض التهاب اهو. جميل، طيب اللي الم هي دي اول حاجه الالم هيقعد 4 ايام مش 3 4 ساعات. تاني حاجه الالم هيكون اكثر شده، جميل يبتدي يصاحب للالم دوت احساس الترجيع او الغثيان، جميل يبتدي يصاب معاه العيان بارتفاع في درجه الحراره، جميل تمام. طيب العيان يجي يقول لك يا دكتور والله ده انا خدت دواء ارتحت. صح انت خدت الدواء ارتحت، بس هو السبب ما راحش، تمام. السبب عندنا ما سابش، لا هو نفس القصه برضو، خدت الدواء، الدواء قلل الالتهاب ولكن مازال سبب الالتهاب موجود. طيب جميل. العيان بنقول له اهم حاجه المراره مجرد ما بيحصل فيها التهاب خلاص لازم ان هي تبقى اهم حاجه في حياتك عشان ما تخشناش في مشاكل كتير. جميل. طيب نبتدي نشوف تالت مرحله ان هو حصل التهاب بس ما عندناش بقى فيها حصوه خالص. حصل التهاب ده ان في بكتيريا دخلت المراره عملت لنا التهاب للقناه المراريه بتاعتنا مش اكتر، جميل فقط لغير. دول كده التلات اسباب اللي ممكن يكون فيهم عندهم المراره.